بيسعدنا. يعني الا بغينا نعومه عندنا صعوبه، خصني نهز الزربيه، خصني نهز السدادر، خصني بزاف د الحوايج. هذه في احتمال الا ما عملناش حاشاك في الطواليط، حيت الطواليط مع الجيران. انتي كنعومو في حاشاك في الطواليطات، وكاين البرد قاصح، وبالنسبه لي خصني نعوم الثلاث والسبت ضروري نعوم. كنعوم ونتراد ومعايا الله. عاد خاصني ندخل بوطه مايين باش تسخن ليا البيت. وانا شحال من خطره الا بغيتيني نورك رجلي ويديا، شحال من خطره تحرقت. الناس اللي تيستعملوا البوطه باش يسخنوا الحمام باش ياخذوا الدوش، سورتو دابا افيك 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 الحمامات اللي ما كاينينش، و تيخصهم يسخنوا واخا مزيان، ولكن ملي يجي هما يدخلوا تيخصو يخرجوا البوطه ولا الفخر من 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 المحل فين تياخذوا الدوش ديالهم وتيغسلوا، لان الاستمرار ديالهم ديال التسخين ديال الماء باش يدوشوا وهما لداخل تينقص بالاكسجين، تكثر من المونوكسيد الكربون. كندير المجمر الفاخر هو الاول، خاصني نطلق شويه ها هو الشيح والخزامه حتى كيسخن هذاك الشيء، عاد نخرج ثاني المجمر. الا استعملوا الفاخر يستعملوه، ولكن ملي يجيو ينعسوه قبل ما يجيو ينعسوه يخرجوه من المحل فين تينعسوه، في النعاس ديالو بارفوا تيفقد الوعي وتيموت. تنتخانقوا اش غندير، بنتي مشات تموت فيها، راه بنتي واحد النهار تخنقات ليا، جاب الله الطواليت حدايا بهالبيت الطواليت. اسباب ديال الوفاه هي اون انتوكسيكاسيون بالمونوكسيد دو كربون سي او. هاد المونوكسيد دو كربون سو فيكس فلي فلي سيلول سانغين، فلي هيموغلوبين اللي كاين في الكره الحمر، والعلاقه ديالهم تتكون قويه بزاف وما ما تيزولش، تيبقى لاصق، سو كي فيك لو ترونسبور د الاكسجين تيبقى ناقص، والترونسبور ديال ديال سي او 2 اللي تيخصو يخرج من من مع التنفس تيبقى كثير، سو كي فيك تيوقعوا اون انتوكسيكاسيون مونو اوكسيد دو كربون اللي تعطي بزاف ديال العوارض. تيمكن تكون ايغو، تيمكن تكون كرونيك، مي تتكون ايغو تيمكن تعطي فقدان ديال الوعي والموت، وملي تتكون كرونيك بارفوا تعطي بعض العوارض كالقي كحرق الراس. واحد السيده قالت لي راه فيها القمل، وجات عندي داك السيده قالت لي عافاك انتم في المدينه القديمه عندكم شي حاجه داك الشيء، قلت لها علاش يسحبني حبوب ولا؟ قالت لي راه ولاو فيهم القمل. قلت لها 20 عام ما شفنا القمل، نطلبوا الله يتحيد هذه الجائحه ويتحل الحمام منها الطيابه يترزقوا الله مساكن. راه كنلقى شحال من وحده مسكنه ولات جمع الخبز كريم، وحنا تنقولوا الدارجه التبوعيره.